قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة. افتح معايا كورنثوس الثانية، أربعة وعدد أربعة. نرى من عدد ثلاثة: ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين. إذا كان ما نكرز به مش معروف، مش مفهوم، ده فقط للناس الهالكة. ده كلام بولس: الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبيدة لكم من أجل يسوع. لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله اللي بنشوفه في يسوع. كلمة وجه يسوع المسيح هي معناها الذي نراه، مش الوش بتاعه، أي معناها في ظهوره أي استعلان. فأنا بتكلم أني في ناس عينيها مضلمة، في ناس عينيها مش مستنيرة، هما دول اللي بيتعبوا بيهلكوا. لكن اللي بيحيي حياة صح هو الشخص اللي مستنير وفاهم، والاستنارة دي هي اللي دي اللي بتطلع قوة الله على بره. إذا كنت عايز قوة الله في الظروف، في الأحداث بتاعتك دي، مرتبطة باستنارتك. فهنا بدأ يتكلم في الحتة دي. أشرق، ما قالش أشرق من السماء، أشرق في قلوبنا. إذن كل حاجة بيعملها الروح القدس دلوقتي بيعملها جواك، لا يفعلها في السماء. معظم الناس معتقدين الله بيتدخل من السماء، كل حاجة بيعملها في السماء، المكتب بتاعه فوق. هو صار مستقر جواك، لو أنت مولود من التاني ممتلئ بروح القدس صار يسكن فيك. ده معناه أن مركز القيادة صار جواه. هنا بيقول أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة. إذن يوجد سبب لوجود روح القدس جواك، أنه يجعلك تعرف. أشرق علشان تعرف. معنى كده وجود روح القدس جواك ليس جست شخص موجود وبس، كأن واحد دخل يزورك ومن غير أي سبب الزيارة. لا، وجوده أو دخل يسكن، هو مش بيزور، دخل يسكن، لكن يوجد سبب ليجعلك تعرف. إذن وظيفة الروح القدس أن يجعلك تعرف، وليس يقعد يقول لك أنا بحبك، برافو. دي مرحلة زي أي طفل، لا يوجد حوار مع أي طفل غير جست اللعب، جست كلمات الحب. لكن في مرحلة فيها ألف به واحد اثنين ثلاثة، وفي تعليم، وده صح وده غلط. لازال الطفل هو نفس الشخص، لازال الأب والأم هما نفس الشخص، لكن في مرحلة يختلف الحوار فيها. فالروح القدس بيشتغل معك في مرحلة لتشجيعك، لكن لا تقف عند هنا. الروح القدس بيشتغل في تشجيعك، بيشتغل في تصحيحك، بيشتغل في أن يقولك صح ولا غلط. ارجع على الكنيسة والكلام المكتوب عن الكنيسة، الكنائس اللي موجودة في سفر الرؤيا، يقولوا لي عليك شيء. إذن روح القدس بيتكلم بطريقة دية. روح القدس بيتكلم ويقول لك الصح من الغلط. مش معنى كده روح القدس عمره ما هيكون بيقول لي على الغلط،
الروح القدس لا يبكت لا يلوم، لأن كلمة تبكيت أي معناها يحمل دينونة إليك أو يحمل إليك الشعور بالكارثة اللي أنت فيها. هذا ليس الروح القدس مع المؤمن، لكن الروح القدس مع المؤمن يشجعه يقوده يرشده. بلا شك معاني الستة بتاعة المعزي، مرشد مقوي مساند مشجع شفيع محامي، الست معاني دول المعظم استنار أكتر في كلمة تشجيع، لأن الكل طالع من خلفية إلامة وإدانة، لكن يوجد إرشاد، يوجد بيقودك يعلمك يفهمك. إذن شخص الروح القدس هو مرساة النفس بتاعتك، الطبيعة الإلهية اللي جواك هي دي الطريقة اللي بيها بتتواصل مع روح القدس جواك. من غير ما تكون مولود من الله مش تعرف تتواصل مع روح القدس. الروح القدس هيكون طول الوقت بيشير إلى يسوع، طول الوقت إلى أن تقبل يسوع. دور الروح القدس معاك لو غير مؤمن غير لم تقبل يسوع هو أنه بيعرفك عن يسوع كمخلص، لكن بعد ما أنت قبلت يسوع دلوقتي بيكشف ليك أنت صرت خليقة جديدة، أنت واحد تاني، أنت لم تعد كالأول. ترجع تقول أنا بعمل كذا، يقولك أنت كنت بتعمل كذا، ده شخص الروح القدس. عشان كده هنا لأن الله الذي قال ليشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ولكن لنا هذا الكنز في أواني خزفية. ما هو الكنز؟ شخص الروح القدس؟ الإجابة آه ولأ. لما نيجي نرجع للإعراب هنكتشف إن الكنز هو الاستنارة اللي سببها الروح القدس. تاني هنا بيقول الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ولكن لنا هذا الكنز، هذا الكنز هو شخص الروح القدس. الإجابة آه، بس في نفس الوقت لا. بمعنى آخر لو أنا جيت قلت لك أنا هشيل المنبر دوا وهجيبه لك، في انتساب بيني ما بين المنبر، المنبر مش أنا والمنبر مش أنا وأنا مش المنبر، لكن في نفس الوقت أنا ليه دعوة بالمنبر، أنا اللي جبته لك. في معنى آخر لو هيجي أقول الكنز هو شخص الروح القدس، الإجابة آه، لكن في الواقع هو الكنز هو النور اللي بيجيبه الروح القدس، هو ده للدقة. إذن النور اللي بيجيبه الروح القدس يبقى كده الإعراب سليم. ولكن لأن هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لمن. لفظ فضل مش واضح في العربي، بيستعمل لفظ هنا القوة الشديدة، القوة الشديدة، أن ترى إيدين الروح القدس بشدة مرتبطة بالاستنارة اللي بيجيبها الروح القدس. ده تركيبة الآية، القوة الشديدة ترى في حياتك حينما تستنير وتستفيد بروح القدس اللي جواك. ياما كتير امتلأوا بروح القدس لكن مش مستفيدين من الاستنارة اللي بيعملها، فبالتالي ده مؤثر على حياتهم. لا يوجد قوة شديدة تظهر، لا تظهر في حياتهم القوة الشديدة بتاعته. السبب انهم غير مستنين، غير مرتبطين به، قبل يسوع وبعد كده بدأ يرتبط تاني بالعالم، وده يطلق عليه زنا روحي. عشان كده انبهارك وحبك هو عبارة عن ارتباط النفس بالحاجة دي. ان ارتبطت بشيء متذبذب انت تتذبذب معاه، ان ارتبطت بشيء انت عارف نهايته انها سيئة انت هتنهار معاه، وهتبقى النهاية بتاعتك انت سيئة. الروح الإنسانية مولودة من الله لا يوجد فيها أي مشكلة، لكن النفس البشرية محتاجة ترتبط بالروح الإنسانية. ممكن النفس البشرية لا ترتبط بالروح الإنسانية، ده اللي بيقوله في عبرانيين 6. ارجع معايا لعبرانيين 12 اتكلمت فيها المرة اللي فاتت. عبرانيين 12 يوضح أن كل شيء سينتهي والأساسيات كمان هتنتهي. عبرانيين 12 وعدد 26 الذي صوته زعزع الأرض حينئذ
وأما الآن فقد وعد قائلا أني مرة أيضا أزلزل لا الأرض فقط بل السماء أيضا. فقوله مرة أيضا يدل على تغير الأشياء المتزعزعة كما الصنوع لكي تبقى التي لا تتزعزع. قوله مرة أيضا يدل على تغير الأشياء المتزعزعة القابلة للتزعزع. أي شيء غير تابع لهذا الإله متزعزع، مبادئ العالم متزعزع، مصنوعات العالم متزعزع، خطط العالم متزعزع، أفكاره، رأيه، كل ده متزعزع. المشاعر بتاعتك اللي انت بتحسها، فجأة تلاقي نفسك حزنت، فجأة تلاقي نفسك عايز تبكي، فجأة تلاقي نفسك محبط، كل ده متزعزع. لا ترتبط بدوة، لازم تمشي بروحك وانت بتلاقي المشاعر دي بتيجي عليك بتتكب عليك كده، لا تقبلها. دي حاجات متزعزعة، تلاقي نفسك تسدت انك تدرس الكلمة، ده متزعزع. كل ده هو ليس تابع للطبيعة الإلهية، كله خلق من الله لكن ليس تابع للطبيعة الإلهية. كل ده هو مفترض أن يستعمل وليس أنه يحاربك. عشان المؤمنين مش فاهمين السيستم بتاعهم، النفس البشرية. المفروض أنا درست الكلمة، المفروض أن أنا صليت النهاردة، بخرج من الأوضة بلاقي نفسي مش عارف ليه مش مستقر. السبب أن النفس بتاعتك مش مرتبطة فكر وعاطفة وإرادة، مش مرتبطين بروح الإنسانية، مرتبطين بالعالم. فأنت لو شفت فلان أنت بتنبسط، لو شفت فلان بتتضايق عشان هو عمل معك مشاكل، لو شفت فلان أنت بيمدحك فأنت بتنبسط. فأنت رابط نفسك بالناس، رابط نفسك بأنك بتشوف أشخاص معينين، بتحصل مواقف معينة بتنبسط. ده عدم استقرار. سبب عدم استقرارك أنك مرتبط بالناس، مرتبط بأفكار العالم، مرتبط بمبادئ العالم. التقرير حلو انت مبسوط، التقرير مش حلو انت مش مبسوط. اذا انت طالع نازل مع العالم، وده يخليك طول الوقت تستغل وتخدع. انك في اللحظه دي بيبقى ابليس مخطط لك قرار معين، فيجي وانت متضايق يجي حد يتقابل معاك يقول لك ها ايه رايك تعمل الحاجه دي ولا ما تعملهاش، تطلع معانا ولا تطلعش معانا الرحله دي. فروح انت تاخد القرار طبقا للمود اللي انت خارج منه في الموقف ده. فانت زعلان وحزين فرحت قررت قرار، وانت نازل مع الحزن وطالع مع الفرح فانت تاخد القرار بصوره غلط، وترجع في الاخر خلاص تخدع. افتح معايا بطرس الثانيه 2، يوضح ان الخداع سببه ان الناس مش ماشيه بروحها. بطرس الثانية 2 خلينا نقرأ كل أصحاح مهم لازم هيجي وقت وندرسه. أوكي، عدد 10، ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة ويستهينون بالسيادة، جسرون معجبون بأنفسهم. شايف؟ معجبون بأنفسهم، مبسوط بالمشاعر بتاعته، بالحواس بتاعته، بالحاجات اللي خاصة في النفس البشرية، حسي. ويستهينون بالسيادة، جسرون معجبون بأنفسهم، لا يرتعبون أن يفتروا على ذوي الأمجاد. واللفظ مش واضح في العربي، بعض الناس قالوا دي ملائكة، لا، ما بتكلم عن الأشخاص الذين صاروا ممجدين، ما بتكلم عن الافتراء على المولودين من التاني. حيث ملائكة وهم أعظم قوة وقدرة لا يقدمون عليهم، يقدمون عليهم لدى الرب، رب تشكيل، هم أعظم قوة وقدرة لا يقدمون عليهم لدى الرب حكم افتراء. أما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقة طبيعية مولودة للصيد والهلاك. لفظ حيوانات هنا معناها أي غير سالكين بأرواحهم، غير سالكين بأرواحهم. لفظ حيوانات مش معناها animals، أي معناها غير سالكين بأرواحهم. الواضح في العربي كأنه هو بيتكلم عن حيوانات، لا
لا انا بتكلم الانسان اللي مش ماشي بروحه عامل زي بالظبط الحيوانات. فعشان كده الملائكه اول هو بيتكلم عن ازاي حصل ان في ارواح خضعت لابليس وسقطت. الله لم يرحمهم. بدا يتكلم عن لوط، قبلها بيتكلم عن نوح ثم لوط، ثم كده بيتكلم على هنا. فبيقول ايه؟ أما هؤلاء في حيوانات غير ناطقة طبيعية، مش كلمة طبيعية، كلمة طبيعية مش واضحة، هي معناها بيتعاملوا بالطبيعة العادية البشرية، مرودة للصيد والهلاك، يفترون على ما يجهلون فسيهلكون في فسادهم، أخذين أجرة الإثم، الذين يحسبون تنعم يوم لذة، أدناس وعيوب، يتنعمون في غرورهم، صانعين ولائم معكم، بيروحوا يأكلوا معاكم عادي جدا، ما فهمش أي، مش ظاهر لهم أي مشكلة، بالعكس طول الوقت مختلطين معاكم، لهم عيون مملوءه فسقا لا تكف عن الخطيه، خادعون النفوس غير الثابته، لهم قلب متدرب في الطمع، اولاد اللعنة. هنا بيتكلم عن من بدايه الاصحاح يوجد اشخاص هيبتدوا يضلوا ويبتدوا يضلوا ويضللوا اخرين. مين اللي هيقع معاهم؟ الاشخاص لديهم نفوس غير ثابتة. وين النفس الغير ثابتة؟ هي الغير مرتبطة بهذا الإله ارتباط صح. فيبقى شخص مؤمن رائع فجأة يقعد معاه الشخص يقول له مشورة من هذه اللحظة، هذا الشخص ثباته اللي هو كان 80% 40% ينتهي هذا الشخص بسبب جملة اتقالت، بسبب سلوك معين حصل، فالشخص بدأ يتعثر. فأنا بتكلم عن النفوس الغير ثابتة تخدع بسهولة وبتخدع من الأشخاص اللي هم ماشيين بحواسهم الخمسة. إيه اللي خلى الشخص الغير ثابت يخدع من شخص بيخدم بصورة غير كتابية؟ السبب إن الشخص الذي خدع هو نفسه بيمشي بالحواس الخمسة. أنت مستدعي للناس، أنت مستدعي للظروف حواليك. عالم روح بيشتغل بالصورة دي. يسوع الناس عرفته بأرواحهم. رب يسوع كده، لم يأتي حد ليا، لم يكتذب ليا حد غير إذا كان الآب هو اللي جابه. معنى كده إن الناس اللي تقابلت مع يسوع هي أشخاص سمعت لروح القدس في أرواحهم. رب يسوع انجذب إليه الناس المعينين إنهم هم قلوبهم قلوب طفل. انت بتستدعي عالم الروح. في اشخاص بتستدعي مشاكل في حياتها لان في مشاكل حاصله جواها طول الوقت، هو في مشاكل جواه طول الوقت، هو مش مستقر فيستدعي المشاكل حواليه. يسوع كان حواليه ناس بتعمل مشاكل، هذا ليس معناه ان هو استدعاهم، لكن بسبب سلوكه عكس التيار بتعليم كتابي عكس الوقت دوا، فبالتالي المشاكل دي سببها سليم. مش كده بطرس بيميز ما بين حاجتين، في آلام انت سببها، في ألم انت مش سببه. رب يسوع مش ده السبب فيها، السبب ان رب يسوع كان بيتكلم حق كتابي عكس الزيف، فطبيعي كانت تحصل مشاكل. لكن بتكلم عن حد بتحدث معاه مشاكل طول الوقت، وتحدث معاه طول الوقت افتراءات، طول الوقت في شخص طول الوقت يتسم ان حياته مليانه ظلم، مليانه افتراءات، لان في داخله الصوره الداخليه جوه مش بتصلحها، لم يرى الامر صح. اذا كان طول الوقت مشمئز من الناس، طول الوقت بيحكم عليهم، هيفاجئ ان طول الوقت الناس بتحكم عليه وتشمئز منه، ويجد عدم قبول، ويجد مشاكل في القبول، في شغل، في ارتباط، في كل حاجة، طول الوقت هو لا يرى الصورة صح جواه، لأنه هو بيستدعي حاجات. أنت بتستدعي حاجات وأنت مش دريان بإيمانك والنظرة الذاتية اللي أنت بتشوفها لنفسك. عشان كده ارجع واسمع السلسلة بتاعت القيمة الذاتية. القيمة بتاعتك جاية منين؟ القيمة جاية من التربية، جاية من المجتمع، جاية من الشهادة، جاية من إيه؟ جاية من كلام الناس حواليك، جاي من كلام أشخاص طول الوقت محاط بيهم إلى أن تشبعت بكلمته، أم جاية من الكلمة؟ ودي الصح، ودي اللي تاخد منها.
عشان تحيا حياة ثبات على الأرض ولا تخدع. الناس دي لقطت مع الناس دي، إزاي عرفوا بعض؟ إزاي اندمجوا مع بعض بسبب إن ده مش مستقر وده شخص ماشي بصورة شيطانية؟ الاثنين اندمجوا مع بعض. دايما الشخص اللي قابل خداع هو نفسه مش مستقر. طبيعي المؤمن لا يخدع، طبيعي المؤمن لا يخدع. أنا بتكلم يخدعون الأشخاص اللي النفوس بتاعتهم مش مستقرة. معنى كده إن استقرارك مرتبط بعدم خداعك، استقرارك مرتبط بالقوة. لهم قلب متدرب في الطمع أولاد اللعنة. عدد 14، لهم عيون مملوءة فسقا. في نفس العدد كلمة عيون مملوءة فسقا أي معناها؟ ترجمات تانية تظهر في عيونهم هذه الأمور. بعض الناس يقول لك عيني باين عليها شريرة، دي لها سند كتابي. ليه؟ لأن قلبه متدرب على كده. معنى كده إنها بتظهر في العينين، بتظهر في السلوك. المحبة بتظهر مش بس العينين، بتظهر في كل حاجة. مش كرب استغرب على الناس، قال لهم يا أولاد الأفاعي إزاي أنتوا بتعملوا كده؟ إزاي بتظهروا حاجة عكس ما بتبطنوا؟ فلديكم نفس الخباثة بتاعة الأفاعي. مش كرب كان بيتكلم بما يعني ويعني ما يقول. مش كده؟ مش طبيعي ان شخص يخفي. فرح قال لهم ازاي بتظهروا عكس ما تبطنوا؟ لديكم حاجات. مش كده المؤمن لازم يكون شخص كلير واضح. ياما ناس بتيجي مستورده المبادئ دي من العالم وتدخل جوه الكنيسه ومعاها اسلوب الخبث واسلوب عدم المباشره، يبقى الشخص مش مباشر، وبيعتقد ان ده شيء سليم، بيعتقد ان ده شيء صحي، ولا يعلم ان هو اساسا بيستعلن عليه من بره مبادئ العالم، وده استعلان ارواح شريره. ده السبب. انا كنت شخص تعشق الامور العالميه ولم تتخلص منها لن تكون ثابت في الارض. ممكن تكون سمعت تعليم كتابي، انت نفسك مش مستقر، مش قادر تحيا هذا التعليم، لأن يوجد زوايا تانية لم تنتهي بعد في حياتك. ما تحبطش في اللحظة دي، ازداد تشبثا بهذا الإله. اقعد قصاد الكلمة، خد تعليم كتابي، روح القدس طول الوقت هيعلمك ويفهمك وينير ليك، وتظهر قوة الله بقوة في حياتك. امتى؟ يوم انت تاخد حق كتابي نقي يلم بكل الزوايا، يلم بكل المفاهيم، يحوطك في كل الزوايا. قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحرارا. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.